معنا من اللاذقية مفدنا إلى هناك عبدو وحليمة. عبدو، أطلعنا، ما الذي يحدث؟ ما الذي حدث؟ ما هي المعلومات التي توافرت لديك؟ وسائل الإعلام في سوريا تقول انهيار عدد من الأبنية في إدلب، ماذا لديك عبدو؟ يعني قبل قليل نحن في منطقة مفتوحة وشعرنا بقوة الهزة وشدتها وسرعان ما على الصراخ من المدينة في منطقة جبلة حيث نحن متواجدون، على الصراخ وهب الناس إلى الشوارع مباشرة وحالة نزوح كبيرة من البيوت جراء قوة هذه الهزة الارتدادية، خاصة أن الأنباء سارعت مباشرة بالحديث عن انهيار أبنية في إدلب كما ذكرتم، وأيضا هناك إشاعات تكثر في هذا الوقت لا يمكن التبين من صحتها أن هناك أبنية متصدعة أيضا انهارت في محيط اللاذقية في بعض المناطق في اللاذقية وأريف اللاذقية، ولكن حتى الآن لم نتأكد من ذلك، خاصة أن الهزة لم يعني يمضي عليها أكثر من 20 دقيقة. الخوف هنا من هذه الهزات الارتدادية مع وجود تصدعات كبيرة في الأبنية وهو السيناريو الأكثر سوءا لا قدر الله إذا ما حصل، لأن الواقع مرير في الأبنية وهناك من يصر على البقاء في بيته رغم التصدع الكبير، ولكن أعتقد بعد هذه الهزات وحركة النزوح التي خلفي، وأيضا أصبح هناك ضغط كبير على شبكة الاتصال، ولا يمكن للأهالي التواصل مع بعضهم، ما زاد من درجة الخوف.